أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج كولاج، وسنصحبكم فيها بجولة في أنحاء العالم. نبدأ جولتنا في العراق، نتعرف فيه على الفلفلي، وهي مكتبة عريقة في شارع المتنبي ببغداد. ثم في تونس العاصمة لنتعرف على ريحة البلاد، وهو مكب للنفايات تحول إلى فضاء ثقافي واسع. من تونس إلى المغرب لنلتقي بموهبة اقتحمت عالم الصورة، ونستكشف سوياً مصدر إلهام مهدي مالكان. وفي الجزائر سنتعرف على كتاب لشابة جزائرية وسبب دخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية. ثم نختم جولتنا في المكسيك لنتعرف على هابيشة ومبادرتها تجاه الشباب السوري اللاجئ، فابقوا معنا. الفلفلي هو اسم مكتبة عريقة في شارع المتنبي في بغداد، يعود تاريخها إلى ثلاثينيات القرن الماضي. صاحب المكتبة أكرم حسين، بعد أن اكتشف شغف العراقيين بالتعرف على التاريخ الحديث المصور للعراق، قرر أن ينشئ أرشيفاً خاصاً من الصور لتلك المرحلة، ثم بدأ بطباعته وعرضه على الزبائن. المكتبة كانت من بداية تأسيسها تتم بنشر الصور والكتب التراثية، فعندنا مخزين من الصور أهلنا بعد الاحتلال الأمريكي أن ننشر هذه الصور، وشفنا الإقبال الشديد عليها من كل فئات المجتمع. طبعا مكتبة حسين الفلفلي مكتبة عريقة قديمة، يعني ماكو واحد اجى سوق السراي، وهي معلم من معالم السراي يعني الثابته، شلون القشله، شلون الاماكن البارزه فيها. فمكتبه تقريبا ماكو مثقف عراقي ما مر عليها المكتبه وما اخذ منها كتب، من زمن المرحوم حسين الفلفلي الى زمن ابنه الله يطيل العافيه والصحه استاذ اكرم ابو ياسر. مكتبة الفلفلي تحتوي على أرشيف من الكتب القديمة، يعني أنا حالياً عندي من الكتب القديمة كتاب لا يوجد في كل مكتبات بغداد عدا مكتبة الفلفلي ومكتبة المتحف العراقي. كتاب طبع في 1857 يتناول رحلة إلى العراق قام بها فيليكس جونز وغيره، يعني مزود بصور ومزود بخرائط. نحتاج مثل هذا الأرشيف، أرشيف نادر، ويعني كثير من الشباب ما يعرفون الفترة الملكية ونشأة الدولة العراقية والفترة الجمهورية الأولى، فترة الراحل عبد الكريم قاسم وما تلاه، أيضا الراحل عبد السلام محمد عارف، بغض النظر عن اتجاهاتهم يعني، ولكنه يعني أيضا هؤلاء أرشيف تاريخنا هذا. إن العراقيين بعد 2003 حاولوا يشوفون شنو العراق، شنو العهد الملكي مثلا فيصل الأول، غازي، فيصل الثاني وما إلى ذلك. طبعا هو مشكور أستاذ أكرم لأن نشر تقريبا المعلومات النادرة، لأن الصورة هي تاريخ مصور وتاريخ ممكن أي إنسان يشوفه. يعني مثلا احنا سمعنا قبل فيصل الثاني خطيبته يمكن التركية، احنا ما شايفين الصور مالته، وإذا به هو يأتي بصور كثيرة عنها. الإقبال على الصور إقبال جدا شديد من قبل كل مختلف الأعمار، الأحداث، الشباب، كبار السن، إضافة إلى أنه هذه الصور اعتبرت حالياً فتخط رجعة للمغتربين الموجودين في الخارج
بالنسبة للعراق، وأغلبهم من يجون لبغداد من يشوفون هذه الصور يتمنون أنه يكونون في تلك المناطق اللي هم عاشوا فيها طفولتهم وشبابهم. إلى تونس العاصمة، نتعرف معكم على ريحة البلاد، وهو فضاء ثقافي ترفيهي شيد على مساحة تقدر ب700 متر مربع. هذه الأرض كانت مكباً للنفايات قبل أن تتحول إلى هذا الفضاء الثقافي، وهو يضم مسرحاً متحركاً وقاعة للرقص وأخرى للعروض السينمائية، إضافة إلى مكتبة وقاعة للمحاضرات. كان هذا كان متروك، كان معزول، كان يصعب على الحكومة أن يعني كان باختصار كان نقطة سوداء فيها حتى الإجرام، فيها حاجات كثيرة. فأخذنا المكان هذا وحولناه إلى من مكان أسود إلى مكان مضيء منير. هدف متاعنا أنه نبين أنه كيف ممكن نحسن وكيف ممكن نغير الأماكن، باعتبار أن الثقافة والإبداع هم عنصر أساسي لتحويل المجتمعات ولبناء المجتمعات. التصميم تبعه هو يحكي عن الهوية التونسية، فيها لمسات من التقليد، يعني لمسات من التاريخ، لمسات من التراث التونسي، وفي نفس الوقت لمسات جديدة فيها بحوثات تخلي الحكاية يعني تستمر أكثر وأكثر. هذا بيعطي للفنان اللي بيجي هنا إلهام ويعطي إحساس أنه جالس بيته أو جالس في مكان يخصه هو شخصيا. طبعا عندنا قاعة مسرح، عندنا قاعة سينما، عندنا قاعة رقص، عندنا قاعة موسيقى، عندنا مكتبة زي ما صورتوها، عندنا كافيتيرا اللي يحب يجلس هنا، عندنا قاعة محاضرات. يعني في حاجات كثيرة نوفرها للمبدع ونوفرها في نفس الوقت الناس اللي تعشق الثقافة، لكن الهدف الأساسي هي الثقافة الاجتماعية. فقدان البصر لم يمنع الشاب المغربي مهدي مالكان من ولوج عالم الصورة. هذا الشاب يحب مجال العمل في السمعيات والبصريات، وبسبب فقدانه لبصره أصبح الصوت مصدر إلهامه الذي دفعه لإنشاء قناة فيديو على منصة اليوتيوب. البداية ديالي مع مجال الكاميرا ومجال الصوت بدأت من أول انترفيو اللي كنت درته في قسم الثاني ابتدائي. كانت جات واحد السيدة مرات رؤوف صباحي يعني أعتقد، وصورت معنا واحد الانترفيو. مورا واحد المدة كان سي رؤوف زار الزوجة ديالو في المقر ديال الخدمة، وكان شافني في الغوبورتاج، وبالتالي عيط ليا باش ندير اول دور بطوله في فيلم قصير اللي اسم ديالو حتى الصوت له صوره. ومن ثم انطلقت وفي العمل ديالي من خلال هذاك الايام ديال التصوير حبيت الكاميرا وحبيت الصوت وحبيت السيناريو، فمن ثم قررت باش انني نبقى قريب لهذا الدومين. قناة مهدي ملكان هي قناة عربية تعنى بالهندسة الصوتية والتصميم الصوتي. إذن أنا حاصل على شهادة من الأكاديمية الدولية للإعلام والفنون والإبداع International Academy of Art, Media and Creativity في ميدان التعليق الصوتي، وتنمارس التصميم والتحرير الصوتي لمدة أكثر من 3 سنوات.
طبعا الحال حبي للصوت جاء من فقداني للبصر. أنا أستهدف الإنسان كيفما كان. بصراحة أنا ما عنديش شركة اللي كتقدم واحد المنتوج باش نستهدف واحد الفئة محددة، ولكن عندي رسائل عامة، وهذوك الرسائل العامة ما غنوجهوش فقط الفئة واحدة، لا بالعكس تماما. إذا الاستنتاج هو أنني أنا الفئة اللي كنستهدفها هي الإنسان عامة كيفما كان، بلغته، بجنسه، بعرقه، بلونه، بدينه. صراحة كاينين بزاف ديال الأهداف، مجموعة ديال الجوانب، واللي غنذكر منها أول شيء هو أنني ناخذ أو نحجز لي مكان مرموق في الميدان الإعلامي، سواء المغربي أو العربي ولما لا العالمي. طموح ليس له حدود. والهدف الثاني هو أنني نوصل القناة ديال اليوتيوب لأكبر عدد ممكن ديال الناس، ماشي من خلال في سبيل الشهرة، لا بالعكس تماما، ولكن نوصل الرسائل اللي كيحملها أي فيديو للمجموعة ديال الناس، وتكون دائرة كبيرة إن شاء الله. هل سمعت بكتاب وزنه 45 كيلوغراما؟ إنه كتاب أبواب النجاح لمؤلفته الشابة الجزائرية نورة طاعلة، وهي بهذا الكتاب قد دخلت في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. يضم الكتاب 10551 صفحة. بدأت العمل على هذا الكتاب في سن مبكرة جدا، في حدود 13 سنة بدرت إلى ذهني فكرة أنه أنا أكتب موضوع يضم مجموعة من الحكم والأقوال بالاستناد إلى الواقع وإلى حياتنا هذا، بالإيجابيات وبالسلبيات وإلى ما التطورات التي طرقت في هذا العصر. محتوى الكتاب هو يضم مجموعة كبيرة فاقت 100,000 حكمة ومقولة، حاولت قدر الإمكان أنني أتطرق لجميع جوانب الحياة، واستندت إلى الواقع وإلى الحياة وإلى عصرنا هذا بالإيجابيات وبالسلبيات، فكل كلمة وكل حرف وكل حكمة وكل مقولة وكل نصيحة دونت بهذا الكتاب كانت مستوحاة من الواقع وبقلمي أنا الخاص. عدد صفحات هذا الكتاب هي 10,551 صفحة. اكتفيت بها مع أنه عدد الكتاب أكثر من هذا بكثير، وأنا اكتفيت بهذا العدد بحكم أنني لم أجد مطبعة تستطيع بعد تستطيع أن تقوم بطبع الكتاب بأكثر من 10,551 صفحة. أنا لم يكن هدفي جنس إطلاقاً، لأنه مضمون الكتاب هو الذي أوصل الكتاب إلى هذا الحجم وإلى هذا الشكل وإلى هذا العدد من الصفحات. فقلت لما لأنه أنا أشارك أو أني أعرض كتابي على جينيس، وأكون أنا أول جزائرية وأول عربية وأول عالمية تؤلف كتاباً بهذا الحجم وبهذا الشكل. في الأول جاءت يعني هناك موافقة أولية حول الكتاب، وحاليا أنا بعثت مجموعة من الصور ومن الفيديوهات حول الكتاب لأنتظر الإجابة النهائية. نورة جار الله يعني استطعت أن تضع بصمتها. الكتاب فيه أمثال، وكما قرأت عليه أنه أغلبية الكتاب يحوي على أمثلة، يعني أمثال خاصة بها. أنا كنت أتوقع أنها جمعت أمثلة من هنا وهناك، وجدتها كما كتبت أنه أمثلة من تأليفها الخاص، وهذا شيء ممتاز أيضا للغاية. آه
الحاجه يعني المميزه في الكتاب انه المؤلف المؤلفه تاعو انها من يعني من انجازها الشخصي، من اختراع تاعها الشخصي. وهي نتمنى ان شاء الله يكونوا كل الشباب وشابات الجزائريات ان شاء الله يعني يكونوا يقتديوا بهذا الكاتبه. كثيرة هي المبادرات، بعضها كبير ويحتاج لقدرة مالية، وبعضها بسيط لكنه مؤثر، ومنها مبادرة منظمة هابيشا في المكسيك. هذه المنظمة الصغيرة تعهدت بإعداد 30 شاباً سورياً من الذين لم يتمكنوا من مواصلة دراستهم بسبب الحرب، فبدأت بتوفير منح دراسية لهم في أرقى الجامعات المكسيكية. رغم صغر حجمها، استطاعت منظمة هابيشا أن توفر منحاً دراسية لـ30 شاباً سورياً. هذه المبادرة ولدت عام 2014 على يد شاب مكسيكي يدعى إدريان، كان يعمل في مخيمات اللاجئين بالعراق، وفي حينها التقى بشاب سوري فسأله عن حاجة الشباب، فكانت الإجابة هي إكمال التعليم. أنا استفدت كثير من هالمشروع، هالمشروع خلاني أني أجي على المكسيك وأدرس في واحدة من أرقى الجامعات، مو بس على مستوى المكسيك بل وكمان على مستوى العالم. فأكيد أنا استفدت كثير وعم أطلع على المستقبل. فترة التحضير للمبادرة حتى ترى النور استغرقت 4 سنوات. تقول منظمة هابيشا، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني، إنها واجهت عدة عقبات، لكن الإصرار نتج عنه وصول أولى دفعات الطلاب السوريين إلى المكسيك عام 2018. We are responsible of selecting students wherever they are. نحن مسؤولون عن اختيار الطلاب أينما كانوا، سواء في مخيم اللاجئين في العراق أو في سوريا أو في لبنان أو أي مكان. نقوم بتحديد أفضل الطلاب الموهوبين واختيارهم، ثم نبدأ عملية إحضارهم إلى المكسيك. أحد أهداف المشروع هو تمكين الطلبة من مواصلة تعليمهم، وأن يكون لهؤلاء الطلبة تأثير كبير على المستوى العالمي. المشروع بحسب المنظمة الشمولي، فهو لا يساعدهم على القدوم للبلاد فقط، بل يمتد حتى يكمل الطلبة دراستهم. لم تقف اللغة الإسبانية حاجزاً أمام الطلبة السوريين، بعضهم أتمها وبدأ فعلاً بالدراسة الجامعية، وبعضهم ما زال في مرحلة دراسة اللغة. حاليا بعد دراسة الإسبانية راح أروح أنتقل على مكسيكو سيتي لحتى أدرس الهندسة المعمارية، وممكن بالمستقبل أدرس دراسة عليا، وبس خطتي الأساسية هي إني أقدر أرجع للبلد بعد ما يكون الوضع تحسن. تقول منظمة هابيشا إنها لا تتلقى أي دعم حكومي، والأموال التي تنفقها في المشروع هي تبرعات من منظمات المجتمع المدني المكسيكي المتحمس لدعم هؤلاء الطلبة والراغب بأن يكون جزءا من الحل لأزمة سوريا من خلال مساعدة الطلبة. وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة من برنامج كولاج ورحلة أخرى حول العالم. إلى اللقاء.